من داخل حديقة الميريلاند. النهاردة أتوبيس السعادة بيتجول وفي المكان الجميل ضيوف أجمل حقيقة. وأنا معايا دلوقتي ريم، أو زي ما قالوا لي أقول لها يا مس ريم. أهلا بحضرتك. ازيك يا ريم، عاملة إيه؟ ازي حضرتك؟ ريم، أنت بتهتمي بحاجة مهمة جدا. النهاردة حلقتنا كلها بتتكلم عن صناعة السعادة للغير. أنت بتهتمي بصناعة السعادة لأطفالنا من ذوي الهمم الفائقة. أيوة. أنا أحب ده جداً، وأحب الناس اللي تهتم بالنقطة دي قوي وأحترمهم قوي. شكراً لحضرتك. قوليلي بقى ريم بتعمل إيه؟ يا مستر ريم بتعمل إيه؟ إحنا عندنا أنا أخصائية تربية خاصة. تمام. وعلاج بالفن. علاج بالفن. أيوه. جميل. العلاج بالفن هو جزء من العلاج النفسي للطفل. عندنا أطفال ذوي الهمم، في منهم الأوتيزم، عندهم بعض الاعاقات، اعاقات عقليه. في اطفال بيكون عندهم بس صعوبات تعلم الطفل الحركي، تشتت الانتباه، وفي منهم عنده فرط حركه. الاطفال دي كلها بتبقى محتاجه انها نعزز التركيز والانتباه بتاعها اكتر. ده هنا بقى بنيجي للعلاج بالفن. كل واحد بيتعلم من اي مهنه بيمتهنها او اي حاجه بيدخل مجال بيدخله، فانت بتتعاملي في منطقه حساسه قوي ومنطقه مهمه جدا، بس اكيد اتعلمتي من التعامل. أيوة. مع الاطفال اصحاب الهمم الفائقه حاجه. ايوه طبعا. او حاجات هم طيبين قوي، بيتعاملوا بقلبهم اكتر من ان هم يقدر ان هو يتعامل مع الاشخاص بعقله زينا. لا، هو بيحب الناس، بيعبر عن مشاعره بصراحة أكتر. يعني هو بيكون جريء، يعني بيقدر يقول كل اللي جواه من غير ما يخاف. تمام. انتوا بتعملوا ده فين؟ التدريب ده بيحصل فين؟ وهل هو في جهة حكومية ولا جهة خاصة؟ فعرفين. هو أنا شغالة في جهة خاصة، بس موجود كمان في جهة حكومية. طب كلمين عن الجهة الحكومية. تمام. المركز ذوي الاحتياجات الخاصة في جامعة عين شمس. في جامعة عين شمس. جميل. هو أول مركز حكومي لذوي الاحتياجات الخاصة في مصر، اتعمل في مصر. إيه اللي بيمارس فيه؟ يعني أنا لو هودي ابني عايز أعرف هيلاقي 1، 2، 3، 4 يا ريم. هو أهم حاجة بتميزه إن التكاليف بتاعته قليلة جدا، يعني مش زي أي مكان تاني. غير كده إن كل اللي فيه متخصصين مؤهلين تأهيل عالي من الجامعة نفسها، كلهم دكاترة شاطرين جدا وعلى مستوى عالي من الدراسة، ولازم يكونوا أصلا يعني الجامعة هي اللي مأهلاهم ان هم يشتغلوا في المركز. مش اي حد غير مؤهل يعني. مثلا او كده. لا، خصوصا انها زي ما لسه بقول مكان حساس وعايز مش اي حد يكون موجود فيه. ايوه. طيب خلينا تاني يا ريم، علشان اللي بيتفرج علينا لو حد من اولادنا من ذوي الهمم الفائقه، او طفل بيعاني من فرط الحركه، او كل الحاجات دي، وعايز يودي ابنه يتدرب يتم التعامل معاه بالطريقه الصحيحه، فين المكان واسمه ايه؟ مركز ذوي الاحتياجات الخاصه بجامعه عين شمس. المركز اول ما هتدخل هتستقبلك امينه المركز استاذه جيهان. ده بالاسامي هو يا جماعه. استاذ جيهان. وانت داخل على اليمين استاذ جيهان على المكتب. عندنا اول حاجه بيعملوها التقرير الطبي للطفل. بنعرف عنده ايه، محتاجين نتعامل معاه ازاي. هناك في وحدات لل صعوبات التعلم، التخاطب. في وحدات اسريه كلها، وحدات العلاج بالفن، في وحدات تأهيل. يعني ايه علاج بالفن؟ العلاج بالفن هو علاج نفسي للطفل، جزء من العلاج النفسي. طب اشرحي لي اكتر. يكون عندنا ادوات زي مثلا طباعه الورق، الرسم على الخزف، استخدام الخرز، الرسم بالخيوط على المسامير، في عندنا رسم بالقهوة. ده علاج؟ بيعالج ايه ري؟ بيعالج القلق، فرط الحركة، قلة التركيز، قلة الانتباه. اي شخص عنده تآزر حركي، تآزر حسي عنده. يعني ايه تآزر حركي وتآزر في حسي؟
الاطفال اللي عنده الاوتيزم عندهم الاطراف بتاعتهم ما بيعرفوش يستعملوها زينا، يبقى عندهم الاحاسيس بتاعتها ضعيفه. لما بيتعامل مع الادوات بيقدر يمسكها، بيحسن عنده حاسه اللمس. اللمس هسالك سؤال نختم بيه فقرتنا النهارده. أوه. الاباء والامهات اللي بيشوفونا النهارده وعندهم ربنا اصطفاهم واختارهم انهم عندهم ابن او ابنه او اكتر من متحدي الاعاقه او اصحاب الهمم، رسالة منك بما انك زي ما يقولوا عايشة في البحر ده شوية، تقولي لهم ايه؟ حبوا اطفالكم. يعني هم ناس جميلة جدا، يستاهلوا ان هم يتحبوا من قلبكم. ما تحسسهوش ان هو عنده مشكلة، هو زينا زيه، بس ممكن تكون حاجة بسيطة محتاجة مننا شوية مجهود علشان يتحسن فيها مش اكتر. لكن هم حلوين جدا من جوه ومن بره، محتاجين شوية صبر، لكن هما يعني من أجمل الناس الموجودين. ريم أنت نورتي أوتوبيس السعادة. شكرا. ودايما تكوني صناعة سعادة للأطفال، ودول أهم حاجة في حياتنا. شكرا لحضرتك، نورت الدنيا. بنورك.